خليني اكون صريح معاك، عيار 12 و14 هما كان فكره، وفكره كانت فاشله لعدم الدراسه. يعني احنا الفكر برضو ما كانش مدروس بطريقه لطيفه. هقولها ازاي. عيار 14 هو لونه لون باهت، واحنا بشرتنا غامقه، فاحنا عايزين الحاجه الشايننج اللي هي ليها بريق معانا. ف ما كانش مناسب للبشره المصريه، وما كانش مناسب للمستهلك المصري. بلس نقدر نضيف على كده انه كل ما بننزل في العيار كل ما المصنعيه بتزيد، فكان عيار 14 مصنعيته عاليه لدرجه ان هو قرب يوصل من عيار 18. طب هو العميل او المستثمر او المشتري هيفضل ليه عيار 14 عن عيار 18 اذا كانوا الاثنين قربوا من بعض في نفس السعر؟ ده الاسباب اللي ادت الى فشل الاعيره اللي هي زي عيار 14 وعيار 12. هو عيار 12 مش ما كانش موجود خالص، عيار 14 هو اللي اتعمل شويه وبعد كده فشل. طيب في البعض بيقول ان ممكن سعر الجرام يعني يتخطى ال 1000 جنيه، ده وارد استاذ ايهاب؟ كل حاجه وارده، ولكن اللي يقول انه في خلال فتره قد كذا الذهب هيبقى بكذا كاذب. محدش يقدر يقول ان الذهب هيبقى بكام امتى. دي داخل فيها عوامل كتيره جدا جدا جدا، لو منجم كمان مش هيقدر يجيبها صح، فما نقدرش نقول الكلام ده. الكلام ده مش مظبوط. الذهب هيعلى، الذهب هيتخطى الألف، هيتخطى الألف امتى محدش عارف، محدش يقدر يتكهن بكده. هو ما كذبش لما قال الذهب هيوصل ل1000 جنيه، لانه بالطبيعي ان الذهب هيوصل ل1000 جنيه وهيكسر ال1000 جنيه وهيعدي ال1000 جنيه بكتير، بس امتى دي محدش يقدر يتكهن بيها، لان دي حاجه في علم الله. يعني احنا النهارده مثلا جايين في الويف الثانيه بتاعه الكورونا، الموجه الثانيه للكورونا. طيب الموجه الثانيه للكورونا دي هل هتكون بنفس شديه الموجه الاولانيه؟ هل هتكون اقل حده؟ هل احنا كطبيعه بشريه هنتعود على الفيروس كورونا وهنبتدي نتاقلم معاه ونتعايش معاه؟ دي كلها عوامل بتؤثر على سعر الذهب. طب في سؤال بيبقى مهم، امتى اشتري ذهب وامتى ابيع ذهب؟ اي وقت مناسب لشراء الذهب. اي وقت طالما معايا فلوس زياده للاستثمار انزل اشتري ذهب. وامتى ابيعه بقى؟ ابيعه في النقطة اللي انا شايف نفسي ان انا مش هخسر فيها طالما انا مش في احتياج للمال. وانا بقولها دايما، طالما انت مش في احتياج للمال ما تبيعش الذهب. اصل في اوقات بيعلى جدا، وفي اوقات تانية التذبذبات اللي حضرتك كنت بتقول عليها بينزل وممكن ينزل برضه. بس الناس لما تخوفش، لانه هقول لحضرتك على حاجة، احنا لو بصينا على الشارت بتاعت الذهب هنلاقي ان الشارت بتاعت الذهب دايما من اول يوم في السنة لاخر يوم في السنة بارتفاع. اللي هي النسب العادية اللي هي ما بين 22% و36%، ممكن توصل 38%. بس إنما إذا بصينا في وسط السنة، إذا الذهب ارتفع مثلا، لو قلنا الذهب ارتفع كان 925، النهاردة هو ب 830، ده ما يخوفش. بل بالعكس، أنا لو معايا فلوس زيادة هنزل أشتري ذهب بزيادة. تمام، اعمل بالانسنج في سعر الذهب، بس لما اوصل عند نقطه اللي هي النقطه المربحه بالنسبه لي هي دي النقطه اللي انا ابيع فيها. انما ما يخوفش ابدا انخفاض سعر الذهب، لان عمر ما الذهب انخفض الا لما رجع طلع بارتفاع اكتر من الارتفاع اللي هو كان عليه قبل كده. يعني بالبلدي كده انا بسميها زي النبله، انا لازم ارجع لورا، ارتد لورا عشان خاطر اطلع بمسافه اعلى. وهو دي الطبيعه بتاعت الذهب، ودي طبيعه الاستثمار في الذهب. وعلى فكره سبب الانخفاض اللي بيحصل في الذهب هو سبب بنسميه باللغه الاقتصاديه جني الارباح. بمعنى ايه بالبساطه كده؟ يعني انا اشتريت عند نقطه مثلا، فلنفترض اشتريت عند نقطه الذهب ب 800، لقيت الذهب ب 830 ببتدي ابيع. طيب اشتريت ب 800 ولقيت الذهب ب 925، بس انا ما بعتش عند 925 ولقيت الذهب النهارده مثلا ب 800 وما اعرفش كام، ابتديت ابيع. دي اسمها نقطه جني الارباح، اللي هو فرق ما بين السعر اللي انا اشتريت فيه والسعر اللي انا بعت فيه. هو دي النقطه اللي انا بقولها جني ارباح. ولكن بيحصل بعدها ارتفاع، لانه ارتفاع تدريجي، ولكن بيسبق الارتفاع اللي كان عليه قبل كده. يعني بيوصل لرقم ما كانش عليه قبل كده.
هي دي بقى الاختلاف اللي شويه الناس مش بتفهمه قوي يا استاذ ايهاب. ما هو قله الوعي الاقتصادي عند الناس او لقله المتابعه. يعني انا كراجل المفروض ان انا حاطط فلوسي في الذهب اتابع بلاش اتابع يوميا بس اتابع كل يومين ثلاثه اشوف الدنيا رايحه فين، الذهب رايح لفين، الاسعار ماشيه ازاي. وبعدين النهارده السوشيال ميديا بقت موفره كل حاجه، يعني حتى التغير اللي بيحصل في وسط اليوم بقى بينزل على الصفحات، يعني صفحات الانترنت، صفحات الخاصه بالذهب، الكلام ده كل ده بينزل اسعار على مدار اليوم. احنا عندنا الذهب بيتغير كتير على مدار اليوم، فالاسعار اب تو ديت على مدار اليوم. مظبوط. طب استاذ ايهاب، يعني نصيحه حضرتك كده للناس اللي لسه متردده ومش عارفه تروح تشتري، هل عيار 18 عيار 24؟ يعني ايه اكتر الاعيره اللي كان عليها اقبال من المصريين او حضرتك تنصحهم حتى بيها؟ هو طول عمرنا في مصر معروفه ان مصر متقسمه مناطق جغرافيا، ولكن الاكتر اقبالا الناس بتتجه ليه في مصر هو عيار 21. لانه بيكون اكتر شغله ساده ومصنعياته شويه اهدى من ال 18 وهكذا. فالناس تقريبا بنقول ان 75% من المنتج المحلي رايح لاتجاه ال 21، ولكن في اذواق 18. يعني انا شايف ان الجيل اللي طالع كله اتجاهه للاتجاه ال 18 اكتر منه لل 21، وبالاخص في المدن مش في الحضر. يعني المدن الناس المدن مودرن، فشويه بقوا رايحين لاتجاه عيار 18. والتشكيل في عيار 18 على فكره اصعب من عيار 21، ولكن بيدي موديلات اقوى شويه من الموجوده في عيار 21. لكن القاعده الاساسيه ان الناس تستثمر في الذهب. ده الاساس، وده اللي انا بقول.